سيلين تسمحي لي ضل معك شوي؟ طبعا أكيد. أنتي متضايقة شي من بابا؟ معقول؟ ليش؟ ما بعرف، أنتي مو على بعضك وإجيتي دغري على المشغل، يعني ممكن تكوني ما بدك تشوفي أو ما سامحتي، ما بعرف، مجرد إحساس. لا أبدا، نحن حكينا على التليفون كل شي، بس كان عندي شغل مع صادق واليوم رح نقضي النهار كله مع بعض. هلأ فهمت. وهي عرفت كل شيء، حكيت لك القصة مثل ما صارت. ما بدخل بهاللعبة. حدا طلب منك تدخل باللعبة؟ أنا ما حكيت لك مشان أنت تدخل. وأختي ليش مدخلها معك بهاللعبة؟ نسيت إنه في عندها طفل صغير؟ مو حرام اللي عم تعمله فيها؟ وأنا لما بعدت عنكم كنت أنت طفل صغير. وبعدين شو صار؟ ما شاء الله عليك، ما راحت غير على أمي. لا تفكرني اني كنت عايش ومبسوط. انا كمان ما كنت عايش مبسوط، لهيك ما بدي ابن سيلين يعيش مثلي، لازم يضل مع ابوه وامه. شو بدك تعمل؟ يلي لازم ينعمل. رح تقدر توقف وش عزيز؟ انا رح اعمل المستحيل كرمال اختي. شوف، الحق معك بس الوقت مو مناسب. لا تكون مفكرني ولد صغير وعم تضحك علي. رح احكي مع نزار، خليه يهرب هو وسيلين. ما فيهم يهربوا، شو عم بحكي من الصبح. انا ما رح استنى مثلك ابدا، وما رح اترك اختي لو شو ما صار. انا رح ساعدها، انت عود وتفرج وبس. عم تساوي. نحن بكينا كثير، خلص حاج بكفينا زعلية، لازم نفرح. أنا رح روح أغسل. شو صار بالكيك تبعك؟ مو كيك، هذا نوع من البيتي فور، جاهزين ورح أخدهم بعد شوي. شو حاطة حمرة؟
حاطة مكياج مو بس حمرة. ايه شكلك بالمكياج مو حلو، روحي امسحي. هلأ كل هدول زيوت نباتية ما هيك؟ وين قريت هالمعلومة مو متذكرة؟ إنه إيسانس النباتات الاستوائية بيكون أقوى من غيره، مزبوط؟ مزبوط. طيب ليش في عطور بتكون غالية؟ مع إنه كلها مستخلصة من زهور الطبيعة. لأنه أغلب هاي الزهور بتفتح مرة بالسنة، وفي منها بيطول، وفي منها نادر، موجود بس بالجبال، لهيك العطر كتير بيكلف. العطور حياة تاني. صح. يا ريت نزار إجا معنا على المشغل وشاف كيف بيساوي العطور. وين حطيت تليفوني؟ أنا نسيته بالسيارة ولا جبته معي؟ يا الله استنيني راجعة، رايحة أجيب تليفوني. عمو فاروق بدي ملفات أقدم من هي. بس في منهم هلأ مو موجود بالشركة، مثل الاتفاقيات اللي انعملت مع الشركات الصغيرة واللغت بعدين. كمان في حسابات مسكرة مانا موجودة. شو ما لقيت وراء قديمة جيب لي اياهم، خاص عام قد ما بتلاقي حسابات. ايه طيب مثل ما بدك يا بيك، بدك تطول بالك علي شوي لبين ما لاقيهم. خود كل وقتك بس جيبهم. تكرم، ممكن أخذ التقارير السنوية؟ طبعا. بستأذن منك عمي فاروق. امرني. ما بدي اي حدا يعرف بالقصة. نزار بيك ما في لزوم لتنباني. بالاذن منك. اوه فاروق كيفك؟ نشكر الله عزيز بيك. اهلين بابا عزيز. كأني جيت بوقت مو مناسب، ما عرفت انه عندك شغل بالوراق القديمة. ايه والله، وهالشغل ما نسهل ابدا. هدول 4 سنين، وال4 سنين مو قلال. ليش ما سألتني؟ كنت أنا اختصرت لك كل هالوقت هاد. أنا حابب أعرف لحالي. شو بدك تعرف؟ كل شي. ليش رجعت لهون؟ وجودي بالشركة مهم كتير. بعدين أنا صاحب ضمير، قلبي ما طاوعني أتركك وروح. والله بشتاق لك ما بقدر. يسرى لساتها بالمشغل؟ رح أعطيها موبايل وأجي. نزار كان بدي يسرى. نسيت تليفونه وراحت تجيبه. ايه نزار شو ما بدك تطلع فيني؟
عم بتطلع. لا تأخذني. على شو؟ كان في أدلة، شو رح يصير فيهم؟ رح أعطيك إياهن وأنت بتتصرفي فيهم. طيب شكرا لك. معناتها فيني أخذهم وأمشي؟ إيه بس ما حبيت إني أحملهم معي بغرفتي بالأوتيل. إذا بدك تعي معي. هيام لو سمحتي اسمعيني، أنا كل همي أحميكم وما عندي نية تانية بنوم. لا تطلعي فيني هيك. طيب إذا ما بدك بلا، أنا بحرقهم كلهم، بس يمكن لو بتحرقيهم أنت قلبك بيكون مرتاح. يا ريت لو بتثقي فيني. ها؟ المشغل حلو كتير ومرتب كمان، رح تقضي وقت حلو هون. بعده عندك؟ ما فهمت. فهمت علي نزار، العطر اللي ساويت لك ياه. العطر؟ مو كتير مهم، أنا كنت نسيانه أصلا. برأيك أنت لهالدرجة مهم؟ ولا لأنك هديتيني إياه؟ بصراحة ما بيهمني. آسف كتير نزار بيك، ممكن لو سمحت؟ جاي. شو صار عمي؟ لقيت الملفات؟ ايه. طيب اسبقني وانا جاي. ماشي. نزار تليفوني. هذا هو. ما تركت محل وما دورت عليه فيه. تعا خلينا نشوف مشغل سيلين، مشغله كتير حلو. انت تسلي، انا عندي شوية شغل. الكل عندهم شغل وانا مليت كتير، شو بدي اعمل؟ انت كمان ما تخليني استناك كتير، عم تفهم؟ طيب ماشي حياتي. سيلين يلا بشوفك. اورفوار اورفوار. لساتك بتحبي سواقة السيارة؟ أحياناً. أنت بالزور تعلمتي. برأيي أنت أستاذ فاشل. إيه حاجتك، أنت تخربطي بين الفرام والبنزين. مو لهالدرجة. بلا. بسببك أنت كنا رح نعبي بسيارة البطيخ. سببي مو هيك؟ أنا بدي منك إنك بس تكوني مبسوطة. بعرف مالي مكان بقلبك، بس على الأقل عيشي وإنتي مرتاحة. مو بإيدي، أحياناً بشتاق لك وبشتاق لبنتي كمان. كوني منيحة.
إذا مو من شاني مشان بنتنا. هدول أقدم شي نزار بيك. 25 سنة مظن إنهم كافين. يعني بيمشي الحال؟ في شي مشكلة؟ لا أبدا ما في شي، شكرا لك عمي. العفو يا بيك. عمو فاروق لا تنسى ما بدي أي حدا يضرب شي أبدا. حاضر لا تقلق يا بيك. هيك لك أنا يا عزيز. أمير؟ هذا عزيز طلع عم يدفع مبالغ لهاد فواز من 25 سنة. معناتها عزيز استأجر فواز كرمال يقتل عثمان. المسألة كبيرة يا أمير. المسألة كتير كبيرة. بابا أنا آسفة ما انتبهت إنك متصل. أنت ليش ما بتخلي التليفون جنبك؟ شوفي وليش هالعياط كله؟ سيلين أخوك يعرف كل شيء وميبس راسه بده يحكي كل شيء لنزار. شلون؟ ووينه هلأ بابا؟ هو رح يروح على الشركة وأنا ليكني ماشي وراه. أوعك تخليه يقول أي شيء لنزار لو شو ما صار. يلا يلا بسرعة. طيب أهلين سادة. كيفك نزار؟ إذا بدك سيلي ليك فوق بالمشغل. لا أهلين صادق. شو هالمفاجأة؟ شو يا أولاد؟ أنتوا كمان هون؟ أهلين بابا، تعوا خلونا نشرب القهوة سوا، يلا. مرحبا نزار. أهلين عثمان بيك. تفضل ابني. حضرتك المسا فاضي؟ خلينا نتعشى مع بعض إذا بتحب. طبعا. انت حدد المكان والزمان وانا بجي فورا. اتفقنا. خبر حضرتك. تفضل بلا ما عطلك. يلا بشوفك. صادق لو سمحت تهدى شوي، يلي بدك تعمله غلط وكبير، أنت ما بتعرف شي. نحن هلأ ما فينا نحكي القصة لنزار. سيلين هيك حرام، نزار من حقه يعرف الحقيقة. مجبورين صادق، إذا نزار دري بالقصة، عزيز رح يقتله دغري. لا تحرم الولد من أبوه إذا بتريد. أختي أنت عم تورطي حالك. خلص صادق لو سمحت. وساق فيني. طيب المهم تكوني انت مرتاحة.
نعم غسان. وينك هي؟ أنا عند رفيقتي، إلي زمان ما شفتها وجيت لعندها، بس ما رح طول. طيب شوفك. على أساس ترتاح لك ابني؟ ليش جايب الشغل معك لهون؟ لأنه ما عندي وقت أبداً خالي فاطمة. عملت لك أكلة يبرق، صحة وهنا. كنت مفكر إنك نسيتيني. أنا معقول إنساك؟ إيش وكم مجد عندي؟ يا ابني شوفت عينك عم بشتغل بالبيت كل النهار وما عم لحق، وهي ليكني عوضت لك إياها. بقى لا تزعل مني يا روحي. معقولة أنا أزعل منك؟ بكفي إنك عملتي لي يبرق. ألف صحة وهنا يا حياتي. دخيل هالوش الحلو. يلا أنا رح روح وأنت كمل شغل. ماشي، يسلموا إيديك. أنا رجعت شفتها للقمر، دخيل اللي خلقها شو حلوة. ليكي هذا هو رني، شخص غريب كتير، أكيد سمعتي باسمه. ليكي؟ بعرفه لهذا الزلمة، شيف شاطر كتير. ايه مبلا، وقريت عنه، عم بدور على مساعدة إله، إذا بدك أنا باخدك لعنده. شكراً إلك، بس بهالفترة أنا ما عندي وقت، أصلاً أنا متعاقدة مع شيف تاني. أنتي فكري شوي بالقصة، الفرصة بتجي مرة وحدة بالحياة، وإذا نحنا ما استغليناها رح نندم. لك مو معقول شو طيبين اللي عملتيهم رنين. صحتين وهنا. أكيد حاطة أصابعك فيهم مشان هيك طيبين. شكرا لك أستاذ. بس أنا إلي اسم، يعني فيك تناديني باسمي إذا بدك، نحن صرنا رفقات. ما بدي اشرب. حبيت ضيفك شي مو اكتر من هيك. شكرا لك. تفضلي. فوتون شلونها؟ منيحة. وانتي؟ منيحة. لسه ما تعلمتي انه تكذبي. لاني مو بحاجة للكذب. انا اللي بيهمني انكم تكونوا مناح، انتي وبنتي، وما تكونوا بحاجة لأي شيء. هذا هو اللي بدي إياه. نحن بخير. قصدك مو بحاجتي يعني؟ آخ يا أيام آخ. أنت بحياتك ما رح تقبلي تسامحيني. أنا قلبي ما عم يقدر يسامح حدا. لا تنتظر مني إني سامحك. وإذا قلت لك إني عايش كرمال تسامحيني؟
لؤي لا تتهور، لا تعملها. إيام، نسيتي هدول. شكرا. والمساء بنتسلى كثير. بس أنا أبدا ما عندي وقت. بعد إذنك أنا رايحة. عدي خمس دقايق ومنمشي، أنا بوصلك. شكرا كثير، بروح لحالي، ما تعذب حالك. يي شو عنيدة؟ عم قلك أنا بوصلك، ويا ريت يكون في زحمة بالطريق مشان نتسلى، وإذا ما حبيتي السيارة باخدك عبيتي. أنت زودتها، أنا ماشية. رنيم استني، رايحة من غير ما توديني؟ صابر شبك؟ أنت اللي شبك. البنت بدها تمشي، ليش ما عم تخليها تروح؟ وانت ليش لا تدخل؟ بس بقى مجد لا تستفزني. يا ريت يا محترم تبعد عن طريقة لرنين بيكون أحسن لك. عم قلك ما دخلك، تركب حالها للبنت. انت ما بدك تفهم؟ اهدوا شوي يا جماعة. بعدي بس بقى. بتمنى تكون عقلت، امشي انت. لك بعد عني مجد. ليك أنا أنا كتير مشتاق لأكل البلد. ليش ما عم تاكل؟ صحة وهنا ماني جوعان. كل معي يلا. مو حلوة أبدا ما تاكل مع الضيف. حضرتك ضيفي؟ موقت. عندك فضول ما هيك؟ إيه. وعم تسأل حالك هالزلمة كيف ظهر وهو ميت. ايه بس في شي كمان انا حابب اني اعرفه. بابا أبوك كان زلمة كتير منيح، كان رفيق عمري. مثل عزيز ما هيك؟ ايه مثل عزيز. كيف مات أبي؟ عزيز ما حكى لك كيف؟ قال لي إنه علق بخناقة وفجأة صار ضرب رصاص وما حدا بيعرف مين اللي قوصه. ايه صح. قال لي كم انسان اتمنى انه يقتله لأبي. نزار أنا بعرف إنك تعبان وعندك أسئلة كتيرة، والحق معك، بس أبوك كان متورط بتجارة شغلات ممنوعة. كيف يعني؟ اشتغل بالتهريب، نصحناه مشان ما يتورط بس ما سمع مننا، وحاولنا كتير إنه نمنعه بس ما طلع بإيدنا. بعدين بلش يشتغل مع جماعة ما منعرفهم ولا حتى بحياتنا سمعنا فيهم، وصاروا يأثروا عليه كتير. وبعدين انت بتعرف الباقي.
مصطفى تعال. شوفي عثمان خير؟ حبيت سلم عليك. عثمان أنا ماني فاضي، شو بدك مني قلي؟ يا ريت تسمعني بلا ما تعصب هلأ. إذا نفس المسألة القديمة ما بدي أسمع بنوب، وإنت روح من هون وبلا مشاكل. بس اسمعني ولا تقطعني مصطفى. عثمان ما بدي أسمع شيء. يلا روح على شغلك. شغل مخك مصطفى، رح تفني عمرك بهالمطبعة المهرهرة؟ لك مرتك مريضة، أنت لازم تساعدها. تركوني بحالي. اسمع عزيز، الرجال بيخوف، انت ما بتعرفه اذا حط حدا براسه، حتى لو ما رح يجبرك تكون معنا، لانك عرفت كل شيء رح يحاول يتخلص منك. دورنا بكل مكان وما تركنا مكان وما سألنا فيه، بس ما قدرنا نعرف ولا بطريقة من اللي قوصه. لو لقيته شو كان صار؟ كنا دفناه عايش. ممكن ما تضل ساكت؟ معقول ما بدك تحكي؟ أنا بدي أقلك. لا تتعبي حالك هيام، نحن جايتنا أيام متعبة. ما فهمت. قررت نجيب ولد. لا تأخذني نزار، اتصل فيني صديق قديم ولازم شوفه لأني مشتاق له كتير. ايه انا اليوم حكيت لك قصتي، وبالمرة الجاية بتحكي لي قصتك، اتفقنا؟ نزار بدي تعتبرني مثل ابوك. أنت أماني ولازم دير بالي عليك. فواز أبو كعب، هو كمان كان صديق أبي؟ والله عزيز هو اللي بيعرف. مرحبا. وصلت الرسالة لمكانها
وصاحبنا هلا عم يسأل عفا وهز. عزيز هلكان صنع قاتله بإيده يعني. إيه. سيلين بنتي، أنا ماني واحد غريب، بس القصة الحقيقية عزيز هو بيعرفها. نحن رفقات من زمان وما فينا ننسى الماضي بسهولة. احكي شو المطلوب؟ يعني شو بده يكون بدي منك؟ معناتها عزيز استأجر فواز كرمال يقتل عثمان. المسألة كبيرة يا أمير. عثمان؟ سألته مين هاد عثمان؟ قال لي رفيق قديم. قلت له كتير منيح، عزمه يجي لهون وبنشرب نحن وياه. قال لي مستحيل لأنه هو ميت. فواز أبو كعب هو كمان كان صديق أبي؟ والله عزيز هو اللي بيعرف. سيلين؟ عزيز؟ طلبت من فاطمة تجهز أوضة خاصة لعثمان. ما في لزوم لأنه عثمان، لأنه نحن هلأ متزوجين سيلين، وما بدي إياك تبعدي عني ولا ثانية، لأنك صرت ملكي وبس. برافو عليك بطل. زدت لشوف نزار مان هون. شو بدك من نزار؟ بدي نتمشى سوا. انت ونزار رح تتمشوا بلاي؟ ايه بس ماما رح تجي معنا. عثمان انت امك بالعادة بتجي معكم؟ بس لما رحنا على بيت الجبل امي قالت لي ما احكي لحدا. شو عم تقول حبيبي؟ يي ماما قالت لي ما تقول لحدا. صار شي جديد؟ قلي. والله كتير شغلات. اي امير، انا الوقت مو لصالحي، لازم اتحرك وباسرع وقت، يا بيكون يا ما بيكون. انت فهمت علي؟ أمير إذا أنا ما بعرف الحقيقة ما رح أقدر أعيش. ولك بلاها الألغاز، حاكيني بوضوح. في مصايب عم بتصير، وفي لعبة كبيرة عم تلعب، وحزير هاي اللعبة مين بيكون أبطالها؟ عزيز وعثمان اللي عم يضحكوا علينا. وأكثر شي مجنني إنه عزيز وعثمان كانوا رفقة من زمان، وأبي كان معهم، تعرف ما هيك؟ ولو هذا عثمان ما طلع عايش ورجع شو كان رح يصير؟ عزيز كان رح يبقى لحاله لحاله. عم تفهم؟ عثمان وعزيز رفقات من زمان وعم يضحكوا علينا، شو هالمسخرة هاي؟ والحل؟ في حل وحيد، اني فوت على هاللعبة، ومهما كانت وسخة ومهما كانت القوانين اللي فيها صعبة ومعقدة، أنا حابب فوت فيها. بدي أتحداهم كلياتهم، وبدي أعرف مين اللي قتلوا لأبي، ووقتها أنا اللي رح أسبه.